مهما كانت الاحباطات والتحديات، يعني لدرجه انه دكتور مجدي يعقوب حينما كان طفلا صغيرا 5 سنوات وقال انا لوالده انا بحلم ابقى جراح، فقال له انت ما عندكش المواصفات دي، مش هتعرف تبقى جراح، ومع بالظبط. ذلك حضرتك صممت انه كمل في نفس الطريق هو ده البرزيستنس المثابره. يا لان مقتنع بده وانا وبحب وانا ده مقتنع، وهعمله. هعمل كده. كذا مره ناس نصحوني قالوا لي حتى هنا او في انجلترا، انسى الموضوع، عمرك ما تبقى جراح قلب كبير. طب انا بحبه وعايز سيبوني في حالي وانا هفضل اشتغل 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 لغايه ما توصل. فدي النصيحه اللي انا اقدر اديها للشباب. الحاجة الكويسة اللي أنا شايفها في مصر إن في كفاءات وشباب wonderful، بس لازم يؤمنوا بالموضوع ويؤمنوا بالحاجة اللي هم بيعملوها، يكون عندهم الـ values إنهم المبادئ. يخدموا المجتمع مش يخدموا نفسهم ومش يزقوا زملائهم عشان أنا أنا أنا، لا ما يحاولش ينجح على حساب انه يفشل الاخرين. بالظبط ده غلط. وانه يتصل بالمجتمع، لان الطب ما هو الا خدمة للمجتمع والانسانية، هو الطب كده والعلم طبعا، صحيح. لان هما الاتنين مرتبطين، الانسانية والعلم، ودي واحنا خدامين مين؟ المجتمع. فده انا بقول لهم ما فيش غير اتنين بس اللي احنا خدامين لهم، اللي هو المريض والعلم والمعرفة، والباقي ده انساه بقى. هتقول طب وانا هعيش ازاي؟ فورجيت ات، هتعيش عيشة جميلة جدا، لانك سعيد جدا كل ما تعمل تشوف مريض جالك بعد 35 سنة وكان بيموت، حاجة بتسعد جدا. طبعا الحاجة التانية المجتمع نفسه هيرمي عليك فلوس وتقول طب كفاية بقى، لا 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 خد تاني. الله يا ناس انا مش عايز تاني، انا هاكل كام مره في اليوم، هسافر قد ايه، وعندي بيت وعندي ولازم اعلم اطفالي، كل الكلام ده المجتمع بيديها لك انت. فكونك هو انا خايف انه مش هلاقي اعيش، لا مش هتعيش ازاي؟ اذا كنت خدام كويس العيش هيجي كتير إذا كنت خدام لشغلك وللعلم بامانه وللأبحاث بامانه بأمانة وبحب وبإيمان باللي أنت بتعمله، بالظبط. كل اللي أنت متخوف منه إنه طب هاكل منين؟ هيجيلي فلوس منين؟ هتلاقي ربنا بيكرم بقى من كل حتة. بدون شك ربنا والمجتمع مع بعض. صحيح صحيح.